هذه المجريات. نتابع الانطلاق، نتابع التحدي مشاهدينا ومتابعينا الكرام خلال هذا الأداء الجميل والصدارة والمقدمة. نشوان يأتينا على الصدارة على المركز الأول هنا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة مطر بن صيب بن لحج الهايري المركز الثاني. المركز الثاني شاهين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهب بن سعود المكتوم مع علي احمد الحاج السوداني والديجور على المركز الثالث المنطلق. الديجور لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعود المكتوم مع خليفه بن سالم بالصقعه هنا في الانطلاق على المركز الثاني الثالث في هذه اللحظات. بينما مياس من ياتينا على المركز هنا ايضا وينطلق في هذه اللحظات لسمو الشيخ خالد بن سلطان القاسمي بخيت بن سالم المسافري في تضميره. من ياتينا على المركز الرابع المركز الخامس وصل هنا في هذه اللحظات مشاغب من ياتينا بهذا الانطلاق الجميل لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن راشد النعيمي هنا بهذا الانطلاق مع فايز بن غفان اليابري في التضمير. بينما المركز السادس والمنطلق هنا في هذه اللحظات ياتينا بارك سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم بقياده السهيل بن مبارك بن مرقان من ينطلق بهذا التحدي الجميل والاثاره. المركز السابع يأتينا هنا مختار ومهند. مهند وصل في هذه اللحظات هنا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع عبد الله بن سعيد الهاجري. وصل زلزلة في هذه اللحظات في هذا الانطلاق الجميل. هجن الزعبيل بقيادة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من ينطلق مع زلزلة في هذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة. المركز التاسع شاهين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة حمد بن عبد الله بالطير العامري. وعلى المركز العاشر شاهين للشيخ زايد بن محمد بن بطيئة الحامد أحمد بن سعيد بن بروك الحميري في تضميره من ينطلق هنا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط المنطلق هنا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. نشوان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مطر بن سيف بن لاحج الهايري في تضمير من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني شاهين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم علي احمد الحاج السوداني في تضميره. زلزله قادم من هجن زعبيل بقياده راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من ياتينا بهذه الانطلاقه وبهذا الشكل العجيب. هنا ايضا لزلزله بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والاثاره. المركز الثالث هنا وهذه اللحظات قلنا شاهين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن سعيد مكتوم مع علي احمد الحاج السوداني. الوصول هنا في هذه اللحظات من مهند سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعود المكتوم مع عبد الله بن سعيد الهاجري من ينطلق على المركز الرابع. المركز الخامس الوصول من برك سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعود المكتوم مع السيل بن مبارك بن مرخان من ياتينا في هذه الانطلاقه والتحدي على خامس المراكز. المركز السادس والمنطلق هنا مياس لسمو الشيخ خالد بن سلطان القاسمي خيط بن سالم المسافري في تضميره. من ياتينا على المركز السادس المركز السابع هنا المنطلق في هذه اللحظات شاهين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع حمد بن عبد الله بالطير العامري في تضميره. المركز الثامن مشاغب لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن راهد النعيمي فايز بن غفار اليابري في تضميره. وفي المركز هنا ايضا التاسع القادم في هذه اللحظات والمنطلق هملول مع الشيخ محمد بن بطي الحامد مع محمد بن سعيد بن بروك، والعاشر كذلك ايضا لمعالي الشيخ محمد بن بطي
الهبطي آل حامد مع محمد بن سعيد بن بروك الحميري. ونعود إلى زلزلة، زلزلة على الصدارة وعلى المقدمة، ونرحب بمالك زلزلة هنا في هذه اللحظات، سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. مرحبا يا أبو سعيد بطلتك الجميلة على أرضية هذا الميدان، زلزلة من هجن زعبيل التابعة هنا لأبو سعيد المتواجد على أرضية هذا الميدان، بقيادة أيضا هنا راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور على الصدارة في هذا الانطلاق الجميل والتحدي. والإثارة المركز الثاني شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم، حمد بن عبد الله بالطير العامري في تضمير من يأتينا على المركز الثاني والمركز الثالث، نشوان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة هنا أيضا مطر بسيب اللحد الهايري، والوصول الوصول هنا هذه الانطلاقة والتحدي الجميل من مياس سمو الشيخ خالد بن سلطان القاسمي خيط بن سالم المسافري في تضمير من يأتينا على المركز الرابع في هذا الانطلاق الجميل. المركز الخامس يأتينا هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد مع محمد بن سعيد بن بروك في التضمير. ولكن نعود إلى زلزلة، نعود إلى زلزلة المسيطر على زمام الأمور مع الكيلومتر الأخير، زلزلة على الصدارة، زلزلة على المقدمة وعلى المركز الأول من هجن زعبيل بقيادة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد بن ينطلق على الصدارة على المقدمة. يلا يا تألق يقدم زلزلة بأدائه، ازج به إلى الصدارة إلى الانطلاق وإلى التحدي. هنا هو زلزلة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة بهذا الشكل الجميل، بهذا الشكل الفريد، بهذه النوعية الفريدة التي لا تتواجد إلا هنا أيضا من نخلي. هذا الانطلاق الله انطلق، انطلق زلزلة على الصدارة على المقدمة. المركز الثاني شاهين ثم الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم محمد بن عبد الله بالطير العامري. تحدي بين الاثنين، تحدي بين زلزلة وبين شاهين، زلزلة وشاهين في هذا الانطلاق والتحدي. زلزلة هنا المسيطر، زلزلة المنطلق، زلزلة المندفع على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. زلزلة 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 زلزل الميدان معاه، زلزل الانطلاق، زلزل التحدي. تهانينا لهجن زعبيل ومالكها سيدي سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم، تهانينا لراشد بن سعيد بن مروشد على هذا الأداء الجميل والتحدي. تهانين راشد بن محمد بن سعيد بن مروهد المركز الثاني، شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مركز الثالث، نشوان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مركز الرابع لمعالي الشيخ محمد بن مطيع الحامد. المركز الخامس سمو الشيخ خالد بن سلطان القاسمي هنا من وصل ايضا صوغان في هذا الانطلاق الجميل. التوقيت الزمني هنا لزلزلة 9 دقائق 38 ثانية، 7 من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي انطلق هنا تحت أقدام زلزلة. تهانينا لهجن زعبيل، تهانينا لراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. شاهين سجل توقيتا زمني مقداره 9 دقائق هنا، 9 دقائق 38 ثانية، 8 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد مكتوم، تهانينا لحمد بن عبد الله بالطير العامري. بينما المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام كان الوصول هنا هذا الانطلاق والتحدي الجميل واللحظات الأخيرة. هناك هملول هو صاحب المركز الثالث لمعالي الشيخ محمد بن مطيء الحامد بقيادة محمد بن سعيد بن بروق الحميري، قاطع المسافة 9 دقائق 43 ثانية، جزء واحد من الثانية. تهانينا وناموس، تهانينا للجميع. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل انطلاقات أشواط مساء هذا اليوم، ونمسي على جميع الحاضرين وأسعد الله مساكم، وتحيتنا تتجدد دائما إلى حضراتكم من ميدان المرموم وعبر شاشة دبي ريسنج في انطلاقات